مساكم من مطبخ لولو كيتشن. اليوم أكلتنا كتير طيبة وسهلة وخفيفة على المعدة وعلى الجيبة. اليوم أكلتنا هي رز بالحمص، أكلة مشهورة بالبلاد العربية. نحن بلبنان نعملها بهاي الطريقة اللي هلأ اليوم رح أعملكم إياها، كتير طيبة منيحة لست البيت اللي بتشتغل برا، سهلة جدا، ما بدها شيء يعني دغري بتخلص. رح نسويها اليوم برز البسمتي، الحمص واللحمة المفرومة والبصل. يلا خلينا نروح سوا نشوف الطريقة والمكونات مع بعض. حطيت الطنجرة على النار، حطيت بقلبها معلقة سمنة كبيرة، بدي احط فوق منها تقريبا شي نص كباية زيت، زيت نباتي، دورت الغاز تحتها. رح نزل البصل مفروم، عندي هون بصلتين مفرومين ناعمين، رح نزلهم فوق منهم. رح اقليهم مزبوط لحتى يصير لونه ذهبي. بعد ما شقرب البصلات اللي عندي رح نزل عندي هون تقريبا 400 جرام لحمة مفرومة. نزلت هون فوق البصلة، بدي اقليهم مزبوط، بدي احط لهم بهاراتهم بس ل يتغير لون اللحمة كالعادة. يعني حنعمل تطبيقة هلا بالبداية، هاي تطبيقة لحمة مع بصل. لحمة هلا تغير لونها، رح احط معلقة او نص معلقة كبيرة ملح. كمان نص معلقة كبيرة قرفة، قرفة سبع بهارات، كمان نص معلقة كبيرة يعني معلقة صغيرة. رح حركهم مظبوط. رح اترككم شوي كمان يتسبكوا سوا. عندي كيلو رز بسمتي مغسول منظف مظبوط، رح احطهم فوق منهم كمان. هلا لو عندي انا الحمص منه مسلوق، فيني احط الحمص هون فوق اللحمه وزيد عليها المي واسلقهم مع اللحمه. اما عندي انا عندي حمص منقوع ومسلوق سابقا، انا شايلته من الثلاجه، هلا بدي احطه بس لقلي الرز. هلا عم قلي الرز مع اللحمة والبصل. فيكم تعملوا كمان هالأكلة مع لحمة شقف إذا بتحبوا، بس هيك بتكون أهون وأطيب، يعني كل شي طعم. أنا وعم قلي الرز مع اللحمة رح زيد كمان معلقة كبيرة من الكراوية. الكراوية موجودة عند العطار مطحونة، بيعين بهارات. ورح زيد كمان مرقة الخضار المجفف كمان تقريبا معلقة كبيرة. هلا بدي زيد فوق منهم المي، مي عادية مش سخنة، مي من القنينة. هلا بدي زيد فوق منهم المي. رح زيد كمان فوق منهم
الكمون والحمصات، رح اخلطهم سوا. هلا بشوف معدل المي انا فوق منهم، اذا بدهم مي بزيد لهم، ما بدهم مي ما بزيد لهم، لانه كمان عندي الرز منه منقوع، بدي احتاج بعد لمي. رح زيد كمان بعد ملح، انا حطيت نص معلقه هونيك يعني معلقه صغيره. هلا كمان رح زيد معلقتين كبار، عفوا معلقتين صغار ملح. رح زيد بعد مي، بعد مي هيك صار تمام. انا حطيت كمان الحمص تقريبا شي 800 جرام حمص، فيكم تحطوا كيلو ما بيأثر، هي الحمص طيب فيها يكون ظاهر يعني، مش شوية حمص مع نتفة رز هيك بهالطريقة هاي. هلا بدي انطرها لتغلي، بس يغلي المي مزبوط عليها رح وطي الغاز على رقم واحد، غطيها واتركها يتفلفل الرز على مهلها. بلشت تغلي طنجرتي مزبوط، نقلتها على عين اكبر مشان تتفلفل من جميع الميلات. هلا رح غطيها واتركها على نار واطيه، احط الغاز انا عندي على الواحد واتركها ليتفلفل الرز مزبوط. سكرها مزبوط، وبس ليتفلفل الرز ويخلص بنرجع لها. بدنا نطل على الرز بحمص، شوفوا ما شاء الله تفلفل غير شكل، شوفوا الرزة هلا احلى من هيك، يا سلام الريحة كمان بتجنن، شهية فعلا. شايفين هلا بدنا نسكبهم بالصحن التاني. نسكب بالصحن، شوفوا كيف مهرهر الرز واللحمة والحمص كمان متناسقين مع بعضهم، يعني ما في شيء أكتر من شيء أو كله مناسق مع بعضه. شايفين ما أحلى الأكل، ريحتها طيبة كتير واقتصادية وخفيفة، خفيفة كمان على الجيبة. هيك بتكون خلصت عنا الأكل اليوم، رز بحمص، فيكن تاكلوا حتى لبن سلطة، حتى فيكن كمان مثلا تكونوا شاويين دجاج بالفرن تعملوها حدون، كتير طيبة مع الدجاج أو اللحمة أو شي حتى هيك يكون سبيسيال. شوفوا حنزينها شوي ورق البقدونس، بتمنى تكون عجبتكم وصفتي لليوم. شايفين ما احلى شكلها، يعني لست البيت اللي بتشتغل برا كمان بتساعدها كتير. اذا عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، بتشكركم كتير على المتابعة، والى اللقاء بفيديو جديد.